مسلسل The Sisters اللي هيكون يعني مأخوذ عن مسلسل تلفزيون الواقع Keeping with Kardashians واللي هتصوريه مع أختك إيناس علي. كلميني عن التجربة دي ومين عرض عليك الفكرة أصلاً؟ الفكرة هي فكرة البروديوسر أحمد كردوس. هو مدير التصوير، هو فكرته، هو إنتاجه، هو كل حاجة. عرض عليا بقاله سنتين الفكرة دي، وأنا في الأول خايفة أني أنا أعملها بصراحة. بس بعدين خدت قرار أنه أوكي، عشان خدت رأي كذا حد فقالوا لي آه ليه لأ. خدت رأي ناس كتير قوي فشجعوني بصراحة. هو برنامج هيصور حياتكم اليومية صح؟ حياتنا اليومية، بس خد بالك أنا النهاردة لما أنا يعني تلفزيون الواقع لما هنصوره، بس عشان الناس ما تفهمش يعني لو هما بيتفرجوا على كيم كارداشيان ما يفهموش انه زيها، احنا اكيد مش هنعمل زيها. يعني بمعنى يعني احنا في الاخر هي امريكيه واحنا عرب ومسلمين، فاكيد حياتنا غير حياتهم. يعني اكيد يعني مش هعمل زيهم، لا هعمل زينا، يعني زينا احنا، عاداتنا احنا، تقاليدنا احنا، حياتي انا واختي. يعني اصل حياتهم هم الناس لما بتفهم هم حياتهم ايه، سهر شرب، ممكن بيكيني تنزل بيكيني عادي جدا، ممكن مش عارفه ايه، لا عادي، لا احنا حياه حاجه تانية خالص. يعني طب انا عشان في الاخر عندنا رولز يعني في الحياه، عندنا حاجات ما ينفعش، عندنا حاجات ما ينفعش نتعداها. بمعنى انا المجتمع الشرقي يعني انا النهارده ممثله، بس انا في الاخر في البيت عندي في حاجات ليها حدود. يعني انا مامي مدياني اوكي وممثله، بس في البيت ما فيش حاجه اسمها ممثله. يعني في البيت لا، انا بنتها، فلا في رولز ما ينفعش، انا لغايه دلوقتي في رولز ما ينفعش اتعديها خالص عشان مامي ما تحبش. هتقول لي يا ساندي انت كبيره وممثله، لا اخاف من مامي ولسه بخاف ولسه، لا ما ينفعش عشان هي ما بتحبش ولازم ارضي.